مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قبل ما يكون برنامجنا طبعا حكيم أطفال. مش قادرة أوصف لكم قد إيه إحنا مبسوطين من مكالماتكم الحلقة اللي فاتت، وإن أنتوا عبرتوا لنا قد إيه أنتوا مبسوطين من وجود برنامج حكيم أطفال على شاشة التلفزيون، وإن شاء الله تكون حلقة تستفادوا منها أكتر وأكتر زي ما متعودين مننا. خلوني أفكركم كده إن الحلقات اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن الأمراض اللي بتصيب الأطفال، وكمان دكتور علاء كان بيبقى موجود معانا بيكلمنا عن أسبابها وأعراضها وإزاي الأم تتعامل معاها. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أول حاجة أو أهم مرض بيهاجم أهم حاجة في جسم الإنسان، وهي الجهاز التنفسي بتاع الأطفال. النهاردة هنتكلم عن تاني أهم حاجة أو المرض اللي بيهاجم تاني أهم حاجة في الجسم، وهو الجهاز الهضمي. بس قبل ما نبتدي نتكلم خلونا نرحب بحكيم الأطفال بتاعنا دكتور علاء النحاس، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة. زي حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة يارا، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة كمان نقدر نفيدهم، وإن شاء الله أي استفسارات إحنا في انتظارها بإذن الله، يا رب إن شاء الله يكون البرنامج يقدر يفيد الناس إن شاء الله دايما. ايوه بفكركم اللي حابب يسال دكتور علاء اي سؤال حتى لو مش موضوع الحلقه يتصل على الارقام اللي بتظهر تحت على الشاشه، ودكتور علاء معانا هيرد عليه بنفسه. خلونا كده يا دكتور نبتدي نقول احنا هنتكلم عن الامراض الخاصه بالجهاز الهضمي بتاع الاطفال، واهم حاجه ان دكتور علاء بيناقشنا ان لو اي ام عندها طفل بيعاني من مرض في الجهاز الهضمي ازاي تتعامل معاه. احنا خلاص يا دكتور متفقين ان الامهات عندها حاجه مش هتبطل قلق خالص، فاكتر حاجه قلنا ان هي بتقلق الامهات هي السخونيه، واتكلمنا عنها في حلقه من الحلقات اللي فاتت. فخلينا كده يا دكتور نبتدي نتكلم عن حاجه برضو بتقلق الامهات كالعاده، وهي حاله القيء والاسهال، فعايزين حضرتك تكلمنا عنهم وتقول لنا ايه اشهر مسبباتهم عند الاطفال. تمام. هو القيء والإسهال طبعا من الحاجات المهمة والخطيرة والمزعجة، القيء خصوصا لأن الأم طبعا بتبقى شايفة الطفل عمال بيرجع ومش قادرة إن هي تديله بديل أو تعوضه عن الترجيع ده. الأسباب كتير جدا طبعا، في المشهور جدا منها النزلة المعوية، طبعا دي من أشهر الأسباب عندنا. في عندنا طبعا التهابات المعدة، عندنا الحاجات زي حساسية الألبان، زي ارتجاع المريء، زي لكن الحاجات اللي بتتفق فيها الترجيع مع الإسهال بتبقى زي مثلا التهاب الأذن الوسطى، اللوز، النزلة المعوية، دول من أشهر الحاجات اللي بتعمل كده. طيب عايزين بقى كده نكلم الامهات وتقول لنا ايه هي خطوره اصلا النزلات المعويه، علشان حضرتك تقريبا في حد مغششك كل الاسئله اللي انا هسالها. تمام ماشي، فخلينا نبتدي كده بخطوره النزلات المعويه عند الاطفال. تمام. طبعا النزله المعويه دي كل المشكله فيها ان زي ما قلنا الطفل بيرجع، فبالتالي ما بقدرش اديله بديل للحاجه اللي بتخرج من جسمه، وبيبقى فيه اسهال كمان، فمعظم السوائل اللي موجوده في جسمنا الطفل بيبتدي يفقدها وانا مش عارف اعوض، فبالتالي بيدخل في حاله من الجفاف، وهي دي بتبقى الخطوره. الجفاف ده ببساطه شديده انا عندي كده كوبايه فيها ميه، والميه دي بتقل بالتدريج ومش عارفه ان انا اعوض بدلها، هي دي الدوره الدمويه بتاعتنا اللي بيسموها انخفاض في الدوره الدمويه، او ان ضغط الطفل ده بيقل، وطبعا علامات الجفاف دي بتبتدي تزيد لحد ما لا قدر الله ممكن تسبب الوفاه، وبالتالي طيب هي خطيره جدا. ايه بقى علامات الجفاف اللي بتظهر على الطفل عشان برضو نطمن الامهات؟ طيب العلامات اللي هي الخطيره اللي الام ممكن تخليها تروح المستشفى، تروح بقى بيها المستشفى بالظبط. الطفل ده لو طبعا العدد مرات الاسهال اكتر من 10 مرات، وعدد مرات الترجيع اكتر من 5 مرات، احنا كده في حاله خطر شديد. تمام. الطفل عايز يشرب على طول، عطشان على طول عايز يشرب، ده معناها بدايه جفاف. تمام. الطفل ابتدت بالبلدي كده بنقول عينيه ابتدت تبقى متنقره، او حوالين عينيه كده، لا داخله لجوه شويه. تمام. ابتدى العرق بتاعه يقل، ابتدى حلقه يبقى ناشف طبعا، وده اللي هيخليه يطلب الميه كتير. كل العلامات دي مع بعض لو جمعناهم احنا في حاله خطوره شديده، لازم نجري على المستشفى او على الدكتور. طيب حضرتك كنت بتتكلم معانا عن الفروقات ما بين الامراض، لان تقريبا كل الحاجات شبه بعض بس بتفرق في حاجات بسيطه، فعايزين نعرف ايه الفرق بين النزلات المعويه والتهاب المعده. تمام، كلام جميل. احنا عندنا ودكتور معلش تقول لنا انهي واحده فيهم اخطر. تمام. احنا قلنا ان في اسباب الترجيع منهم التهاب المعده،
بس اللي بيفرق بين التهاب المعدة وبين النزلة المعوية ان الطفل في التهاب المعدة بيبقى بيرجع بس، تمام، لكن النزلة المعوية في سخونة تبقى موجودة، في اسهال بيبقى موجود. يبقى النزلة المعوية 3 حاجات، سخونة واسهال وترجيع. لكن التهاب المعدة حد يقول لي يا دكتور ابني معدته وجعاه على طول، بيرجع مرة او مرتين على فترات لما ياكل اكلات معينة، ده غالبا بيبقى التهابات في المعدة فقط، ما وصلتش لباقي الجهاز الهضمي. طيب ايه بقى اللي ممكن يسبب التهاب المعدة عند اي طفل؟ اللي ممكن يسبب التهاب المعدة نبدأ من أول الرضاعة الطبيعية، بعد الرضاعة ببدأ أفطم الطفل. الأمهات بتبتدي تدي أكل بقى إيه، في حاجات حراقة دسمة وحاجات او كده. بهارات ودسمة وحاجات تقيلة، ما بتبدأش بالتدريج زي ما احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت، ده بيأثر جدا على معدة الطفل. الأم اللي بتبتدي تدي لبن جاموسي بدري، طبعا كل ده اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت، بالظبط. لو ما مشيتش بالخطوات دي بيبتدي يفقد ابنها حاجة مهمة جدا، وهو ان معدته بتبقى مش سليمة، يفضل طول عمره لا قدر الله يدعي علينا ان احنا كنا سبب في موضوع التهاب المعدة. طبعا معاهم البيبسي والشيبسي والحاجات الخارجية، مش عايز اذكر اسماء منتجات بالاسم، بس الحاجات المشروبات الغازية والاكلات اللي فيها مواد حافظة عموما يعني، تمام، الفاست فود والحاجات اللي زي دي واكلات المطاعم الخارجيه كتير، عشان ما حدش يزعل مني، تمام، عشان معايا اخويا عنده مطعم، فالحاجه الاكلات الخارجيه دي يعني تبقى مره في الاسبوع، يعني نقللها قدر الامكان، تمام، لان هي دي من الحاجات اللي بتسبب التهابات المعده. بالظبط. كنت بقول بقى هل في طريقة الأم تحمي طفلها من نزلات اللي هي التهاب المعدة؟ في طريقة غير إن احنا نبطل ناكل من بره؟ اه، هي ما هي دي، هي دايما قلنا الوقاية نمنع الأسباب، تمام، دي أول خطوة. الخطوة التانية الأكل الصحي، ما تمام، بالظبط. هل في أكل معين مثلا، شرب حاجات سخنة، شرب سوائل معينة؟ لا هو الحاجات اللي احنا قلنا عليها، التدرج في إعطاء الأكل للطفل على مدار الفئات العمرية بتاعته زي ما احنا قلناها، وأمنع عنه الحاجات خصوصا المشروبات الغازية دي ليها تأثير سلبي جدا جدا، والمواد الحافظة دول لو منعتهم ده في حد ذاته علاج، الوقاية خير من العلاج. بعد كده العلاج نبقى يعني لو في وقت نبقى نستفيد نتكلم عنه. احنا الحلقات، اول حلقات خالص من برنامج حكيم اطفال، اتكلمنا عن تدرج الاكل مع دكتور علاء، وقال لنا معلومات كتير قوي. اللي حابب يرجع يتفرج على الحلقات دي هتلاقوها موجودة على اليوتيوب، بس اكتبوا حكيم اطفال هيطلع لكم كل الحلقات بتاعة البرنامج. خلينا دكتور نتكلم بقى بالنسبة عن جرثومة المعدة. في حاجة كده صغيرة اسمها جرثومة المعدة، ايه الفرق بينها وبين التهاب المعدة؟ كلام جميل. احنا حكينا على ان انا ممكن اكل فاست فود او اكل اكل سوري من مكان مش موثوق فيه، تمام، فبالتالي بيتكون حاجه زي البكتيريا كده، الجرثومه دي حاجه زي البكتيريا بحجمها اصغر شويه، بتبقى موجوده مستوطنه في الجهاز الهضمي، كويس، ايه يعني ايه اللي بيحصل، الجرثومه دي بتعمل لي مشاكل، بتزود لي الحموضه شويه، ممكن تخلي لي الطفل مش قادر ياكل، تعمل له الم في بطنه شديد جدا في فم المعدة، هي دي الحاجات اللي بتعملها الجرثومة. يعني هي بتيجي بس من أكل بره ولا ليها أسباب تانية؟ يعني إزاي بتيجي؟ هي الطفل اللي هو مناعته بتبقى قليلة، تمام، ده سبب، والأكل الخارجي ده سبب تاني. طب مين أخطر، هل جرثومة المعدة ولا التهاب المعدة؟ لا طبعا هو جرثومة المعدة بتبقى أخطر لأنها بتحتاج وقت أطول في العلاج، ما يعني لو واحد عايزين نقول عنده بقى علاجها بياخد وقت قد إيه؟ بياخد ممكن ياخد من 6 لـ 8 أسابيع، تمام، ده لازم علاج دائم وعلاج مستمر. طيب ازاي بقى بنعالج الجرثومة؟ يعني احنا قلنا علاجها بياخد الوقت كذا. تمام، بنعالجها، وبرضه هنفرق في العلاج بين التهاب المعدة وبين الجرثومة. التهاب المعدة انا هاخد بس حاجات مضادة للحموضة او بتقلل الحموضة، فبالتالي وحاجات بتحسن التغطية بتاعة جدار المعدة، تمام، ده في الالتهاب. لكن في الجرثومة هحتاج ان انا اضيف مضادات حيوية خاصة بالجرثومة دي عشان أعالجها، ومشكلتها إنها ممكن ترجع تاني، ممكن تقعد فترة أطول، فبالتالي هي دي صعوبة الموضوع، إنها ممكن تروح وترجع لي تاني، تمام؟ طيب عشان برضو نفهم كده كل الامهات، احنا اتكلمنا عن 3 حاجات، النزلات المعويه تمام وجرثومه المعده والتهاب المعده. تمام عايزين نفرق بقى بينهم هما الثلاثه، ان تقريبا كل الحاجات دي اللي احنا ممكن قلناها تدخل في بعض. شبه بعض جدا جدا جدا. تمام، نفرق بينهم إزاي؟ التهاب المعدة، ألم في معدتي وممكن ترجيع على فترات، تمام، الجرثومة هيزيد معاها إن
بدل ما التهاب المعدة ده يقعد أسبوع، لا ممكن يقعد شهور، يعني فترته أطول شوية من التهاب المعدة، فبالتالي مع العلاج الطفل ما بيستجبش للعلاج العادي بتاع التهاب المعدة. النزلة المعوية 3 حاجات، سخونة مع ترجيع مع إسهال، لازم ال3 حاجات يبقوا موجودين. طيب معلش هقطع كلام حضرتك يا دكتور، معانا تمام. تليفون من مدام رضوى. الو، الاتصال قطع يا مدام رضوى، حاولي تكلمينا مره تانية. حضرتك ممكن تكمل كلامك. حضرتك كنا بنفرق ما بين النزلات المعويه والتهاب تمام. المعده وجرثومه المعده، احنا قلناهم، قلنا التلاته. الثلاثة، قلنا التلاته، النزلة المعوية بيبقى فيها 3 حاجات، سخونة وترجيع وإسهال مع بعض. ايه افضل طرق العلاج بتاعه النزلات المعويه؟ أفضل الطرق وأبسطها إن أنا يعني أدي، ابسطها الامهات تبتدي تعملها في تمام البيت قبل ما تروح اي حاجه. تمام هو كل الكتب العلمية بتقول إن أنا دلوقتي في نزلة معوية، الأفضل إن أنا آخد أكل أو آخد سوائل. تمام. طب الطفل ده بيرجع، يبقى الستيب 1 اول خطوه لو في ترجيع لازم اعالج الترجيع ده عشان اقدر اعوض، دي نمره واحد. نمره اتنين الاو ار اس او المحلول الجفاف. يا جماعه كان في اعلان جميل جدا جدا نتمنى ان هو يرجع، اللي هو كان بيقول لو جاله اسهال اديله محلول، ده قديم قوي قوي قوي، كان اعلان معمول اول ما ظهر الاو ار اس او محلول معالجه الجفاف. الأكياس البسيطة دي اللي سعرها بسيط جدا جدا جدا، الناس كتير فاهمة إنها علشان الطفل يجفف بديها له، لا يا جماعة هي بتقي من الجفاف، والحاجة التانية بتعالج الجهاز الهضمي لأن فيها مجموعة من الأملاح ومجموعة من الفوائد اللي بتحسن خالص من حالة الجهاز الهضمي. طيب فدي نمرة واحد أقدر أنصح بيها الأم، ندي علاج للترجيع وندي أكياس معالجة الجفاف. طيب معلش يا دكتور، معانا اتصال من ام علاء من الشرقيه. الو، ام علاء. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام. لو سمحتي انا عندي فخذ موسع للشعب الغضبة. ممكن قولي تاني صوتك، احنا مش سامعين. فخذ موسع للشعب الهوائيه وانا بنطق. طيب فانا دكتور علاء اهو سامعك، قولي له بقى انت عايزه تقولي ايه بالظبط. الو، الو اتفضلي، اهلا وسهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، لو انا برضع وباخد مواد على الشعب الهوائية، تمام. طيب ضد الجنين في لبن او كده؟ هو الأفضل حضرتك بتاخدي الموسع ده عبارة عن جلسات بخار زي ما لا قلنا افراز، وبخاخة. عادية. طيب خلاص هو احنا بنرجع حضرتك طبعا بترجعي لدكتور النساء أفضل في القصة دي، لكن بالنسبة لي أنا كدكتور أطفال مفيش مشاكل على الطفل، أهم حاجة إن احنا الافضل ان احنا نقنن او ناخد عن طريق التنفس، يعني ناخد بخاخه افضل ما ناخد برشام. وترجعي حضرتك برضو لدكتور النسا اللي حضرتك متابعه معاه علشان نستشيره في النقطه دي، لكن بالنسبه للرضاعه مفيش مشكله ان شاء الله. شكرا ام علاء من الشرقيه. حضرتك يا دكتور كنا بنتكلم عن افضل طرق العلاج، وحضرتك قلت لنا ان هو المحلول هو افضل طريقه للعلاج، يعني كمبدا تمام. اللي هو كبدايه. اكياس معالجه الجفاف، عشان في ناس بس هتفهم اللي هو المحلول الوريدي، الناس بتجري على المستشفى عشان تاخد المحلول الوريدي، او تيجي لي في العياده تكشف عايزه اول خطوه الطفل ياخد محلول وريدي. المحلول الوريدي ناخده امتى؟ في الحاله اللي احنا قلناها اللي هو ترجيع كتير واسهال كتير ومش قادر اسيطر عليه وابتدت علامات جفاف، هنا بلجأ للمحلول. ليها ترتيبه او ليها درجات للجفاف احنا بنقيمها كدكاترة، في المرحلة الأولى بندي أكياس الجفاف، المرحلة الثانية بنبدأ ندي المحاليل الوردية. معانا اتصال تاني، أم أميرة. ألو أي أم أميرة، ألو، تقريبا أنا في بنتي مشكلة في سلام. الخطوط، يا ريت اللي بيحاول يتصل بينا يتصل بينا تاني بس لو الخط قطع. في أمراض تانية دكتور خاصة بالجهاز الهضمي ممكن تسبب ترجيع زي اللي احنا كنا بنتكلم عليهم؟ طبعا في حاجات تاني كتير جدا زي ما قلنا اللوز والتهاب الاذن الوسطى، حساسيه الالبان طبعا من الحاجات المهمه، الارتجاع في المريء، حاجات كتير خالص ممكن تسبب عشان القيء. لما اقول لحضرتك ان في حد مغششك الاسئله تبقى تصدقني. تمام. دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن حساسيه الالبان او بما يسمى تقريبا حساسيه حليب البقر او حاجه البقر كده، ايه هي هي بقى بتبقى حساسيه الالبان دي؟ بتيجي امتى؟ يعني في تمام سن معين هو بيتولد الطفل كده تمام ولا هو بيحصل حاجه فبتسبب الحساسيه دي عنده؟ لا حساسية الألبان دي طبعا موضوع كبير. هو حساسية لبروتين موجود في ألبان الأبقار اللي هو الكازين. تمام. البروتين ده بيبقى جسم الطفل زي ما احنا تعودنا بيعتبره، جهاز المناعة بيعتبر البروتين ده
حاجة ضارة، فبيبتدي يهاجمها وبيهاجم الجسم نفسه وبيعمل لي أعراض ومشاكل كتير. تمام؟ إيه الحاجات اللي بتحصل أو الأم تعرف من إمتى؟ بيبدأ لو طفل في أول 6 شهور وبيرضع لبن صناعي، لأن لازم يكون اتعرض لألبان الأبقار، ونادرا نادرا ممكن يكون بيرضع طبيعي ويتأثر لو مامته شربت لبن أبقار، يعني نزل له لبن الابقار ده من خلال مامته وشربه تعرض له، او ريحه حتى اللبن ممكن يتاثر بيها. فبتبدا اعراض معينه، عشان اختصارا للسؤال، بيبقى فيه بكا مستمر كتير جدا اكتر من 5 6 مرات في اليوم، واكتر من يعني 18 ساعه الطفل ده بكا متواصل حتى بعد ما بيرضع، ترجيع كتير جدا بكميات، بقى احنا لينا سكور اسمه كاو ميلك سكور، تمام، الكومس ده السكور ده، يمكن انا شارح الموضوع ده شويه على فيديو على اليوتيوب لحساسيه الالبان عموما. تمام؟ على حسب درجات معينه للترجيع بنقدر نقيم حاله الطفل. دي النقطه الثانيه، قد يكون معاه اسهال لفترات طويله والموضوع بيقعد فتره، يعني الطفل ده بيفضل 2 3 اسابيع لدرجه ان وزنه يبتدي يتاثر. طيب هل يا دكتور حساسية الألبان دي برضو بيبقى عنده حساسية بقى من الجبن، يعني ما بياكلش جبن، ما بياكلش اه أي كل حاجة؟ منتجات البان الابقار هنبعده عنها تماما. لو احنا بالتشخيص وعملنا التحاليل بتاعته وثبت، هنمنعه من كل المنتجات اللي ليها علاقه بالابقار، لان البروتين بيبقى موجود فيها. طيب نختم بقى بفقرة الأسئلة بتاعتنا بسؤال عن ارتجاع المريء. تمام عايزين نشرح للأمهات ايه هو ارتجاع المريء تمام وايه اللي بيحصل فيه، وازاي الام تعرف بقى ان هو ده انا ابني عنده حاجه اسمها ارتجاع المريء. تمام ارتجاع المريء ده عشان نبسطه، في ناس كتير مننا ممكن تكون حست بيه او حصل لها، ان انا ابقى بتكلم او اكلت وبحكي مع حد واحس ان في حاجه زي سخونه او حاجه طلعت كده لفوق عندي ونزلت تاني، او حسيت حتى لحد الفم بطعم حموضه. تمام؟ في الاطفال بيحصل ازاي بقى؟ مش هيحصل ما اه بالدرجه دي، بالظبط. هيحصل بدرجه اعنف شويه، يبتدي الطفل يرجع ترجيع مستمر، بس الترجيع ده مش هيبقى معاه اي اعراض تانية من بتاعه حسيت البان الابقار. تمام؟ هيبقى بس ايه، الولد مثلا بيرضع 5 6 مرات في اليوم، يرجع منهم مره او 2. تمام؟ آه بعد متابعه الطفل ده بنلاحظ ان هو ده ارتجاع الاكل، بيرجع شويه لفوق وبيروح الطفل مرجعه. تمام؟ فقط مش اكتر من كده، وعلاجه بيبقى بسيط جدا يعني. طيب ايه بقى ايه العلاج؟ تمام؟ يعني حضرتك تقول لنا العلاج علاجه بسيط، مضادات حضرتك تقول الحموضة، لنا مضادات الحموضة. مضادات تمام؟ الحموضه بس هي برضو علاج؟ الحاجات دي الحاجات دي طبعا بعد عمل فحوصات، وبعد احيانا الاطفال اكيد. بتعمل منظار عشان نتاكد ان ده ارتجاع مريء، لان عندنا ممكن طفل يرجع زيادة لبن، طفل رضع ورضع ورجع باقي الرضعة. يعني عندي ام مثلا كنا بنقول حاجة ظريفة كده، ام تفضل ترضع ابنها فيبكي فترضعه، فيبكي فترضعه، فيبكي، ده يفضل بيبكي من المغص يا عيني، لان معدته بتتملي زياده عن اللزوم، ويروح مرجع، فتقول لك ايه ده تعبان. لا، هو حضرتك اللي ايه بتضغطي على الجهاز الهضمي، خصوصا في الرضاعه الصناعي، لان الطفل ما بيحسش بالشبع. تمام؟ فلازم الدكتور يكشف، ولازم نقنن الموضوع كويس جدا من خلال فحوصات. يعني لازم يا جماعة محدش يعني محدش يفتكر أي حاجة غير لما الدكتور هو اللي يشوفه ويقرر هو إيه. كده يا دكتور انتهت فقرة الأسئلة بتاعتنا. خلاص اتكلمنا في كل حاجة تخص الجهاز الهضمي بتاع الأطفال. احنا بنعتذر جدا لو في أي مشكلة في الاتصال، بس يعني يا ريت الناس اللي تتصل استنوا بس شوية، على طول هيدخلوكوا على الدكتور. خلونا نطلع فاصل، واللي حابب يبعت أي أسئلة على صفحة الفيسبوك عيادة الدكتور علاء النحاس، أو تكلمونا عن على الأرقام اللي بتظهر تحت على الشاشة، ونطلع فاصل ونرجع تاني. استنونا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور علاء النحاس، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة من مركز الخير للأطفال وحديث الولادة. موجود عندنا في المركز جميع الإمكانيات لاستقبال الحالات الخطيرة جدا، زي حالات التنفس الصناعي. عندنا جهاز تنفس صناعي اللي هو الفنتليتور، الميكانيكال فنتليتور. ده طبعا بيتحط عليه حالات التنفس الصناعي وحالات ضيق التنفس الحرجة، زي ما حضراتكم عارفين اليومين دول، ربنا يعافينا. وعندنا جهاز الأشعة الفيزيولوجية على القلب، جهاز الإيكوكارديوجرافي، ده من الأجهزة المهمة جدا في تشخيص العيوب الخلفية على القلب. وبرضه موجود عندنا جهاز تنفس صناعي متوسط اللي هو جهاز السباب. والمركز الحمد لله جاهز لاستقبال جميع الحالات، حالات الصفرة، حالات تغيير الدم، وحالات التسمم في الدم.
منتظرين حضراتكم في اي وقت، خدمه 24 ساعه، مركز دكتور علاء النحاس. مركز الخير، اداره دكتور علاء النحاس، خدمه 24 ساعه. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، وبنكمل باقي فقراتنا مع حكيم الأطفال دكتور علاء النحاس. عندنا يا دكتور مفاهيم خاطئة كتير قوي، وللناس اللي لسه بتتابع معانا أول مرة، مفاهيم الخاطئة دكتور علاء بنقولها له وبيصححها لنا وبيقول لنا رأيه صح ولا غلط. تمام. أول حاجة دكتور معانا، لما الطفل يكون يقول إن بطنه وجعاه، هو أكيد بيمثل ومفيش أي حاجة بتوجع. لا طبعا، هي شكوى الطفل في سن معين لازم نحترمها كويس قوي، تمام، وخصوصا موضوع الم البطن. احنا اتكلمنا برضو ان في ممكن يكون سبب نفسي وممكن يكون سبب عضوي. في كل الاحوال ما ينفعش ان ابني يكون بيشتكي شكوى وان انا اهملها او ما بصلهاش. لازم ان انا اشوف ايه الموضوع بالظبط واستشير اي دكتور، لا خصوصا لو الشكوى دي اتكررت اكتر من اسبوع، قعدت فتره اكتر من اسبوع. انا بس بفكر الناس تاني، لو حد حابب يسال دكتور علاء اي حاجه حتى لو مش ملهاش علاقه بموضوع الحلقه، يتصل على الارقام اللي بتظهر تحت ودكتور علاء هيرد عليكم بنفسه. معانا دكتور، الطفل اللي بيرجع لازم ياخد مضاد حيوي على طول. دي بقى من الحاجات بقى الايه الكوارث اللي بتحصل. طيب إن معلش يا دكتور، انا هقطع كلام فضل. حضرتك عشان معانا اتصال قبل ما يقطع. معانا ام احمد. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور علاء سامعك. لو سمحت يا دكتور بعد اذن حضرتك. اتفضلي. حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن حساسيه القلب. تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نشوف ايه العلاج، لان انا عندي ابني حساسيه القلب عنده ايه، بيقولوا على علاج التهابات. على هيئه ايه يا فندم؟ التهابات. احمرار في عينيه. في وشه. تمام. لما بيتعرض لمنتجات الألبان، لو سمحتي وطي التلفزيون. عشان أم أحمد ممكن بس توطي التلفزيون أو تقفي في حتة هادية شوية. أيوة ماشي. بقول لحضرتك، هو بياخد أي منتج من منتجات الألبان بيحصل له حساسية واحمرار في وجهه، تمام، في أي مكان في جسمه. تمام. فهو دلوقتي حاليا عنده سنتين وثلاث شهور. تمام. هل هي لها مدة معينة؟ لا، هو السن ده بتكون فعلا في موضوع الحساسيه ظاهره قوي. تمام. احنا معانا لحد سن بقى 15 سنه 16 سنه، فبالتالي في الفتره دي احنا عندنا بنعمل حاجه اسمها المنع والادخال. يعني ايه؟ يعني انا بشوف الحاجه اللي هي بتعمل الحساسيه دي بروح منعها عن الطفل لمده اسبوع او 15 يوم، اختفت الاعراض اللي بتظهر والحساسيه. تمام. بعمل ادخال بحرص ان انا ادي له جزء كوبايه لبن مثلا او نصها، حاجه بسيطه، واشوف ظهرت الاعراض انا كده اتاكدت، دي خطوه اولى. تمام. بعد كده بنعمل تحاليل معينه بنتاكد بيها، لو اتاكدنا بالحاجتين دول لازم امنعه طبعا تماما عن المنتجات دي نهائيا، لان في الحاجات اللي بتظهر له في جلده دي ممكن تحصل مضاعفات اكتر من كده لا قدر الله يعني. فبالتالي عشان امنعه من حاجة مهمة زي دي لازم اتأكد 100%. تمام. وحاجات الجلد دي هياخد لها بعض مثبطات لجهاز المناعة وكريمات مخصصة، يا ريت طبعا اقرب دكتور اطفال حضرتك تتوجهي له يعني يساعدك ان شاء الله. شكرا ليك يا ام احمد على مكالمتك لدكتور علاء. دكتور، كنا بنقول ان الطفل اللي بيرجع لازم ياخد مضاد حيوي على طول. وقلنا ان دي كارثه، وكويس ان التليفون جه عشان نعيدها تاني. الدكتور يقول دي كارثه. الدكتور من الحلقه اللي فاتت بيقول لي دي كارثه. ليه بقى؟ لان بعض زمايلنا او اساتذتنا لما يكون في كشوفات كتير او الوقت ما بيسمحش ان ناخد الشكوى بطريقه كويسه، فده بيرجع ومش عارف ايه، وممكن سخن مع الترجيع صدفه لسبب اخر، فده نزله معويه، اكتب مضاد حيوي واكتب مطهر معوي واكتب واكتب واكتب. لا، الترجيع لوحده لازم يكون زي ما احنا قلنا بقى، ادور على التهاب المعده، ادور على ارتجاع المريء، ادور على زياده الرضعه، ادور على الاسباب البسيطه الاول، ودي كلها ما بيتاخدش فيها مضاد حيوي. عشان ناكد تاني، المضاد الحيوي الاستخدام الخاطئ بيضعف جهاز المناعه وبيخلي البكتيريا تتعود على المضادات الحيويه، ولما الطفل يتعب يضطر وملاقيش اي مضاد حيوي ينفع معاه. معانا اتصال تاني من ام طه. الو. الو، مساء الخير. مساء النور يا ام طه.
بعد اذن حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور علاء سامعك. اهلا انا وسهلا. حضرتك الدكتور قال لي عندي 2 ونص وعنده انيميا الفول، ممكن اعمل له ايه؟ طيب، انيميا الفول من الحاجات برضو معلش ليها فيديو مخصص كده على اليوتيوب ولايف معمول على اليوتيوب هتفيدك اكتر. انيميا الفول من الحاجات اللي لازم نبعد عن المسببات، علاجها البعد عن كل ذوي الفلقتين، الفول والاشباه بتاعته كلها، الفول الاخضر والحاجات كلها اللي شبه كده، وبعض انواع الادوية لازم تبقي عارفاهم ومكتوبين في ورقة، لان انت عندك مشكلة الطفل ده لو تعرض للحاجات دي بيحصل تكسير فقرات الدم، بتحصل عنده التكسير لازم ياخد دم. ايوه لازم عنده التكسير، وانا اتحضرت في الجامعه وخد دم 3 مرات. بالظبط، عشان ده ما يتكررش تاني يبعد عن، بيكتبوا لك المسببات كده في ورقه، دول يبعد عنهم تماما طول عمره، عشان كل ما هيتعرض لهم لا قدر الله هيحصل نفس تكسير الدم والصفره والحاجات اللي حصلت دي هتتكرر تاني. تمام، شكرا ليكي يا ام طه. نكمل يا دكتور معانا. لما الطفل يرجع زي ما حضرتك كنا بنقول كده، نمنع عنه الاكل تماما عشان الترجيع يروح. تمام، زي ما احنا قلنا ردينا على الحته دي، هو لو بيرجع بدي علاج بسيط للترجيع تمام عشان اوقفه، لكن علاج الجهاز الهضمي بان الجهاز الهضمي يفضل شغال، يفضل الطفل بياخد محلول الجفاف، بياخد شوربه، بياخد حاجات خفيفه علشان تمشي في الجهاز الهضمي وتحسن من حالته. لو انا قللت ابني بيرجع فخايفة أأكله، البكتيريا اللي هي النافعة اللي موجودة في الجهاز الهضمي بتتأثر سلبا وبالتالي التعب بيزيد. طيب، في حاجة أنا بقراها دلوقتي، ندي الطفل مية بنشا وهيخف من غير أي أدوية. تمام، يعني هو لا سحر ولا شعوذة، هو مية بنشا هو هيخف من غير أدوية. ده بعض الحاجات اللي كانت بتتعمل زمان، النشا من الحاجات اللي بالبلدي كده بتمسك البطن، بتقلل عدد مرات الحمام او بتقلل الحركه بتاعه الجهاز الهضمي شويه. تمام، فالطفل اللي عنده اسهال 10 مرات تبص تلاقيهم بقوا 7 او 6. بس هنا لازم نوجه بقى معلومه مهمه، لو انا في نزله معويه فبالتالي في ميكروب، في بكتيريا موجوده في الجهاز الهضمي. الاسهال والترجيع زي ما احنا اتفقنا مفيش حاجه ربنا سبحانه وتعالى عملها ما بتفيدناش، عشان اتخلص من الحاجات السامه دي، يعني ده شغال بينظف الجهاز الهضمي، فانا لما اوقفه من غير مادة علاج انا كده بضر الطفل، بخلي الميكروب ده يفضل موجود في الجهاز الهضمي. فبالتالي هو النشا مفيد وبيضاف لبعض الحاجات بس مع العلاج، مع العلاج، لكن ميه بنشا لوحدها لا، ده كله دلوقتي لا، ممنوع. ندي للطفل شويه 7 اب او سبرايت او اي مشروبات يعني غازيه. تمام. علشان يفوق بعد حاله القيء او الاسهال او كده. برضه حاجه مع وضد الناس، برضو موضوع محلول معالجة الجفاف طعمه سيء جدا والطفل بيرفضه. تمام، فكانوا الناس الكبيرة بتضيفه على السيفن اب او على، لدرجة ان هم افتكروا ان هو السيفن هو اللي بيعالج، يقولك ده اديله سيفن هيخف. طبعا ده مشروبات غازية، تمام، فيها ثاني اكسيد الكربون وفيها غازات بتأثر، بتزود الحموضة وبتأثر سلبا على موضوع النزلات المعوية. الافضل نحط محلول الجفاف ده في كوبايه ازاز، هيبقى شبه الميه قوي، كل ما الطفل يعطش نحطها قدامه هيشرب تمام بدل الميه، وهيبقى بيعالج في نفس الوقت. طيب، في اخر مفهوم يا دكتور بس انا الصراحه خايفه اقوله لك جدا. تمام. لو اكلنا او شربنا الطفل كذا مره من الحاجه اللي عنده حساسيه منها هيتعود عليها. ده بقى هي احنا بنقول العلاج هو المنع، ان احنا نمنع تماما. لكن في بروتوكولات جديده في موضوع حساسيه الالبان، وبعض اساتذتنا شغالين عليها، ان هو التعرض للحاجه اللي بتعمل حساسيه بكميات او بجرعات قليله جدا تمام ممكن يستخدم كنوع من العلاج. لا، اللي انا قلته المنع والادخال ده قصه تانية عشان اتاكد ان ده المسبب، لكن العلاج ان انا ادي كميات بسيطه من الحاجه اللي بتعمل حساسيه ممكن تعالج. لكن طبعا الندي مثلا طفل عنده انيميا الفول او احنا مديله فول، ده انا بعمل مصيبه، انا بعمل كارثه. يعني حاجات وحاجتين دي موجوده في حساسيه الالبان بس، يعني الحساسيه الالبان بس بالظبط. الحساسيه عموما انا لازم امنع الحاجه اللي سببت لي الاعراض دي نهائيا عن الطفل، وما دخلش اي نوع او ما جربش اي نوع الا تحت اشراف برضو الطبيب المتخصص. طيب، معانا اتصال من ام احمد تقريبا. الو الو ام احمد، صح كده؟ عشان بس انا مش سامعاهم كويس. ايوه تمام.
تمام، عايزه تكلمي دكتور علاء؟ خلاص سمحت. تمام، هو دكتور علاء سامعك دلوقتي. اهلا لو وسهلا. سمحت يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. ابني عنده سنة وخمس شهور تمام، ووزنه 9 كيلو. سنة وخمس شهور وزنه 9 كيلو؟ وزنه 9 كيلو. لا قليل وزنه طبعا، الواحد. قليل الوزن، قليل شوية. ما انا عايزة اعرف تمام. اعمل ايه او اكله ايه وكده. طيب هو حضرتك دلوقتي سنة وخمس شهور، ده ابتدى ياكل من أكل البيت كله مش كده؟ ابتدى لا ياكل والله معانا؟ ما ترضيش تأكل كتير. اه طيب، هنمشي واحدة واحدة. حضرتك فطمتيه ازاي؟ بداية الفطام لا اديتيله لسه ما ايه؟ فطمتش، لسه برد. لا بدأت تدخلي أكل يعني بعد 6 شهور، ابتدت تديله بديله ايه؟ منتجات اللي هي السرناك، وممكن اه يعني سمكية، تمام، حتة من الفرخة بسيط، زبادي، زبادي شرب، المنعشة شكل تعبان فمنعته. بياكل شوربة خضار، ابتدى دلوقتي على سن سنة بياكل لحمة أو فراخ. هو بياكل كريم جوي لما بياكل، يعني بيغلبنا على ما بياكل. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا بنعمل سيستم كده أو سكيمة أو طريقة نمشي عليها، تمام؟ إحنا لازم الطفل ده يبقى بياخد 3 وجبات في اليوم، 3 وجبات زينا، وبياخد مرتين حاجات وجبات صغيرة بينهم، تمام؟ كويس؟ الـ3 وجبات دول لازم يبقى ليهم مواعيد ثابتة، فطار وغدا وعشاء في مواعيد ثابتة، ما ينفعش يفطر الساعة 4 العصر ويتغدى بالليل ويفوت وجبة العشاء، لازم يفطر الصبح، تحددي ميعاد معاكي من 7 لحد 10 مثلا، بس الميعاد ده يبقى ميعاد فطار ودائم، ميعاد الغدا ميعاد دائم، ميعاد العشاء ميعاد دائم، عشان ننظم إفراز الأنسولين في الجسم، تمام؟ يبقى حددتي الوجبات، تبتدي تشوفي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها بنفطم الطفل عليها، شوربة الخضار اللي قلنا عليها ونحط معاها اللحمة والفراخ ونسهل له الوجبة عشان يقدر ياكلها، تمام؟ ندي وجبات متكاملة، ما نديش رز ومكرونة وعيش بس، ندي فواكه وندي خضروات، تمام؟ البروتينات أنا عندي أنواع كتير جدا، ممكن لو أكل بيض مسلوق، لو أكل فراخ أو لحمة أو سمك، كل ده فيه بروتينات. الكالسيوم موجود في حاجات زي اللبن والجبن، تمام؟ لازم الوجبة بتاعتي الطفل ده على مدار اليوم كل مثلا بيضة الصبح في الفطار مع كوباية زبادي، وشرب كوباية لبن الصبح وبالليل، وأكل في الغداء طبق الخضار اللي قلنا عليه مع مكرونة أو رز، تمام؟ الحاجات تبقى زي كده، حاجات بسيطة لكن تنظيم الوجبات دي، وبينهم أدي كيكة مثلا، أدي حلويات، أدي عصير، أدي له شوكولاتة، ولازم أضيف فيتامينات عامة مع الحاجات كلها اللي احنا قلناها دي، تمام؟ طيب معانا اتصال تاني من ام جودي. الو. الو، ايوه يا ام جودي، ازاي حضرتك؟ ممكن اكلم ازاي دكتور علاء؟ دكتور علاء سامعك. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك عن الطفل اللي ما بيعملش الحمام بانتظام، يعني انا بنتي الصغيره بتعمل الحمام كل 3 ايام تمام، كل 4 ايام، وده تمام بيقلقني، فانا مش عارفه هل ده كويس، في ناس تقول لي ده كويس وناس تقول لي لا ده كده غلط، لازم تديله حاجات ملينة تمام. عشان يعمل يعني انتظام، فهل ده كويس بالنسبة لابني ولا سنها أعمل كام؟ إيه؟ أصل أنا 6 سنين. سنها كام يا فندم؟ 6 شهور. 6 شهور. الرضاعة ايه بقى، طبيعي ولا صناعي؟ طبيعي. لا هي ما بتقدرش تاخد الدبرومة خالص. الرضاعة طبيعي. بص هو في العموم يعني الرضاعة الطبيعي في الغالب الطفل هيعمل كل يومين، كل 3 ايام او ممكن كل يوم، تمام؟ الحكاية انه يعمل امتى، احنا معانا من 4 لـ5 ايام، يعني لحد 5 ايام ممكن يعمل مرة، تمام؟ طيب ده غلط ولا صح؟ لا ده طبيعي، كل انسان هيبقى ليه طبيعة في طريقة الحمام بتاعته، فبالتالي هو كده مش محتاج ملين، طول ما هو بيعمل كل 3 ايام مش مفيش اي مشكلة، مش هنحتاج ملين. بس هنحتاج ايه بقى؟ واضح ان الطفل ده ممكن يكون ما بيشبعش كويس. حضرتك بدأت تدي حاجة مع الرضاعة؟ قفلت؟ بتاكل بصعوبة شوية. بتاكل؟ احنا دلوقتي مش محتاج منك غير اللي قلنا عليهم، الزبادي وشوربة الخضار، تمام؟ ايوه. ولو هتدي سيريلاك او هيرو بيبي او الحاجات، المنتجات كلها اللي موجودة، لكن مش محتاجة تمام؟ مثلا تاخد حاجات لو عندها انتفاخات او كده، اديها برضه حاجات للانتفاخات. ماشي، لو في انتفاخات، انتفاخ، ده بيبقى الانتفاخ بيبقى سبب ان انت ضفتي سكريات او حاجات سكرها عالي للاكل او حاجات فيها بهارات للاكل، تمام؟ قللي الحاجات دي هيقل الانتفاخ من غير علاج خالص، تمام؟ وحضرتك ظبطي عدد مرات الرضعه وضيفي اكل، لان 6 شهور الرضاعه الطبيعيه لوحدها مش هتبقى كافيه، فواضح ان المشكله ان حضرتك مش قادره تدخلي اكل. ابدأي بصنف واحد
واثبتي عليه لمدة 3 ايام لحد ما الطفل يتعود على طعمه، وابتدي ضيفي صنف تاني بعدها، وبالتدريج هيبتدي يقبل معاكي اكل ان شاء الله كتير، والحمام بتاعه ينتظم. ضيف الزبادي ان شاء الله هتظبط الجهاز الهضمي كويس خالص معاك. تمام، العفو. شكرا ليك يا موجودي. كده يا دكتور انتهت فقرة المفاهيم الخاطئة، ونطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور علاء النحاس، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة من مركز الخير للأطفال وحديث الولادة. موجود عندنا في المركز جميع الإمكانيات لاستقبال الحالات الخطيرة جدا، زي حالات التنفس الصناعي، عندنا جهاز تنفس صناعي اللي هو فنتليتور، ميكانيكال فنتليتور. ده طبعا بيتحط عليه حالات التنفس الصناعي وحالات ضيق التنفس الحرجة زي ما حضراتكم عارفين اليومين دول، ربنا يعافينا. وعندنا جهاز الأشعة الفيزيولوجية على القلب، جهاز الإيكوكارديوجرافي، ده من الأجهزة المهمة جدا في تشخيص العيوب الخلفية على القلب. وبرضه موجود عندنا جهاز تنفس صناعي متوسط اللي هو جهاز السباب. والمركز الحمد لله جاهز لاستقبال جميع الحالات، حالات الصفرة، حالات تغيير الدم، وحالات التسمم في الدم. منتظرين حضراتكم في أي وقت، خدمة 24 ساعة، مركز دكتور علاء النحاس. مركز الخير، إدارة الدكتور علاء النحاس، خدمة 24 ساعة. رجعنا لكم تاني، وبننهي الفقرات مع في برنامجنا حكيم أطفال. معاني دكتور فقرة الاستفسارات الناس على صفحة الفيسبوك عيادة الدكتور علاء النحاس. معانا سؤال مش عارفة هيظهر معانا على الشاشة، كان بيقول دكتور ممكن نعرف أفضل لبن ممكن نساعد بيه الطفل عمره شهر؟ أنا برضعه طبيعي بس حبيت أساعده. تمام، برضو مش هنفضل احنا هنقول الرضاعة الطبيعية هي الأهم، عايزه تضيف عشان تساعد الطفل، عشان بس ما نقولش اسامي شركات وندخل نفسنا نزعل الناس مننا. لازم تدوري على اللبن الصناعي اللي انت هتشتريه يكون فيه جميع المكونات طبعا عشان تقدري تعرفيها. يفضل ان الدكتور يقولها لك، حاجه اسمها بريبايوتكس وبروبايوتكس، تمام، حاجات السي بوفا، الحاجات دي بتبقى مكتوبه على علبه اللبن، سواء الدكتور او الصيدلي يقدر يعرفك عليها. دي الفورمولا اللي بتبقى عاليه، اللي بتبقى حاجه محترمه، وفي اسامي كتير، شركات كبيره كتير عامله لبن بيبقى لبن محترم. تمام، برضو ما اقدرش اقول على الهوا منتجات معينه منها، لكن في اكتر من نوع لبن نقدر نوصل له، نطمن بس ان في كل المكونات دي. يعني هي لو عرضت الطفل او هو رشح لها، يرشح لها نوع موجود فيه كل المكونات دي. وزي ما دكتور علاء بيقول، هي اصلا كل الشركات بقت بتحط كل المكونات على العلبه. تمام. معانا دكتور سؤال تاني، ابني بياكل كتير بره البيت ووزنه ضعيف، وعاوزه اعوده على اكل البيت، اعمل ايه؟ تمام، هي هنا قايله المرض وقايله العلاج. انا ابني باكله كتير من بره البيت، قللي تاكليه من بره البيت، هياكل من البيت. تمام، الحل اعمل ايه؟ اعمل هو بيحب ايه من بره البيت؟ بيحب الشيبسي مثلا، اجيب الكيس واعمل فيه بطاطس انا في البيت، وبابا هو داخل من الباب يديهوله، انا جبت لك اهو. تمام، بيشرب عصير من بره، افضي العبوه واحط فيها عصير انا عندي في البيت عاملاه انا. تمام، اللي بيحب البرجر او الكفته او الحاجات دي انا اقدر اعملها في البيت واجيب له كل الاضافات، اقدر كمان اعمل الكاتشب في البيت، اقدر اعمل المايونيز في البيت، الحاجات دي كلها دلوقتي على اليوتيوب بتقدروا تعرفوا الوصفات دي سهله جدا، وبالتالي يبقى ما فيش مواد حافظه قللتها بقدر الامكان. اخر سؤال يا دكتور معانا، فقره الاستفسارات، اعرف ازاي الوزن الطبيعي لابني عنده سنتين؟ الوزن الطبيعي احنا بنعمل معادله كده، الوزن في 2 زائد 8، يعني 2 في 2 ب 4 زائد 8 يبقوا المفروض يبقى 12 كيلو. تمام، دي معادله كده، الوزن في 2 زائد 8. تمام، بس احنا بنقول برضو منحنى، تتابع منحنى النمو، لازم برضو بيبقى في رينج، يعني 12 ده المتوسط، ممكن لو هو 11، لو هو 13 14، فبالتالي في رينج للمعدل الطبيعي. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور علاء ان حضرتك كنت معانا. للاسف
انتهت وقت حلقتنا ومش هنعرف نستقبل اي تليفونات تاني. حابين واحنا بنختم الحلقه نقول ان حكيم الاطفال موجود معاكم على صفحه عياده الدكتور علاء النحاس على الفيسبوك باللغه العربيه، وعايزين نطمن كل الامهات انه ما دام متابعين مع حد متخصص او بتستشيروا حد متخصص يبقى ما تقلقوش من اي حاجه وطفلكوا هيكون في افضل حال. حابة أقول إنك بكده تكون انتهينا من برنامج حكيم أطفال أول جزء، يعني أول موسم من برنامج حكيم أطفال، وتابعوا عيادة الدكتور علاء النحاس على الفيسبوك علشان تعرفوا حكيم أطفال الموسم الثاني هيكون إمتى. يومكم سعيد واستنوا الموسم الثاني.